قلب العاصمة الإدارية الجديدة، واستمرارا لجولاتنا المختلفة من داخل الحي الحكومي، النهاردة مع حضراتكم في المقر الجديد الخاص بوزارة الطيران المدني، باعتبار أنه هذه الوزارة بتعتبر المحور الحيوي والهام لتنظيم وإدارة شؤون الطيران في مصر وما يتم من تطوير للبنية التحتية الجوية، وطبعا من ضمنها مطار العاصمة الإدارية الجديد، لأنه هذا المشروع تحديدا بيعتبر من أهم المشاريع الرئيسية التي تساهم في تحقيق التطوير الشامل. تعالوا بينا نتعرف وناخدكم في جولة خاصة جدا من مقر وزارة الطيران المدني داخل العاصمة الإدارية الجديدة. شهر 4 تقريبا من 7 شهور العاملين والموظفين انتقلوا هنا إلى مقر الوزارة الجديد المتعلق طبعا بمقر وزارة الطيران المدني، ولكن قبل الانتقال كان في تدريبات مكثفة علشان يستعدوا طبعا لهذا الانتقال ولمواكبة بقى التطور والتكنولوجيا والحكومة الذكية. معنا أحد الموظفين اللي موجودين هنا داخل المقر، برحب بيك. أهلا وسهلا بحضرتك. وعرفنا على حضرتك. صلاح رجائي بدوي، أخصائي تخطيط ومتابعة بوزارة الطيران المدني. قبل الانتقال هنا للمقر الجديد كان في تدريبات كتيره جدا علشان تستعدوا بقى للانتقال. مظبوط. كلمنا عن الكورسات، كلمنا عن التدريبات، الاستعداد كان شكله ازاي؟ من اهم التدريبات رحنا الاكاديميه الوطنيه لمكافحه الفساد، خدنا فيها كذا كورس هناك، اتمرنا بشكل جيد. تم توجيهنا برضو في كورسات تبع وزاره الاتصالات بالتدريب على البرامج اللي ابتدينا نيجي هنا نطبق عليها واشتغلنا عليها هنا في العاصمه. لحد دلوقتي يعني يمكن التدريبات دي من 2019 على ما اعتقد. اعتقد لحد دلوقتي بتاخدوا التدريبات؟ لسه لحد دلوقتي في تدريبات مستمرين فيها عشان تواكبوا الحداثه. طيب، ناس كتيره جدا كانت متخوفه وقت الانتقال، حضرتك كنت حابب التجربه ولا كان في برضو تخوف من الانتقال؟ لا، ساعه لما جم في الاول خالص قالوا ان في انتقال العاصمه الاداريه كنت انا من اول المبادرين ان انا نفسي اروح مكان جديد. طبعا كان في تخوف في الاول من حته المواصلات وكده، بس لما ابتدينا نجرب الموضوع لقينا الموضوع سهل جدا. ما حسيناش في اي تعب، متوفر كذا وسيله مواصلات، ان كان شركات خاصه، شركات نقل عام، مترو الانفاق برضو لحد هنا، القطر الكهربائي الجديد بيوصلنا لحد هنا، بننزل من القطر بنلاقي شاتل باص بيجيبنا لحد حي الوزارات، فالموضوع ما كانش متعب يعني. ده بالنسبه ليك بشكل شخصي. طيب حضرتك عندك عيله، عندك اولاد؟ طبعا. الانتقال بالنسبه لهم برضو فرق ولا كانوا يعني رافضين؟ والله هو الموضوع ده جيت في فتره لما جينا انتقلنا هنا، ففي حته العظمه الجديده كانوا هم نفسهم يشوفوا الموضوع، ففي يوم من الفترات الاجازه جبتهم وجينا اتفرجنا هنا على العاصمه، نزلت فرجتهم في حي الوزارات وجبتهم هنا الحي الحكومي وفرجتهم على يعني كذا مكان في العاصمه الاداريه، فاستمتعوا بالموضوع جدا، فكانت تجربه لطيفه يعني. حضرتك متخصص في التخطيط والمتابعه؟ مظبوط. طيب، وقت الانتقال بقى ومع الكورسات الكتيره قوي اللي اخذتوها، فرق ازاي في شغلك؟ لا، فرق كتير طبعا، اداني ابجريد في شغلي طبعا، اداني دفعه كويسه، ولا الموضوع اتطور بشكل جامد يعني. من حته الشغل طبعا في برامج كتير سهلت علينا الوقت، سهلت علينا الحصول على المعلومه، الحصول على البيانات، بقى في اداء، الاداء العمل بقى الوقت بتاعه قليل، بقى في جوده في الخدمه، كل ده توفر معي. انا بشكرك. شكرا. وكل التوفيق، ويا رب كده دايما في تقدم وفي نجاح، وتجربه حضرتك يمكن مبشره جدا لانه اعتقد ما قابلتش صعوبات في الانتقال، بل بالعكس ده كان ابجريد او تقدم بالنسبه ليك على مستوى العائله كمان. بالظبط. شكرا. شكرا حضرتك جدا.
لسه مكملين مع حضراتكم في هذه الجولة داخل المقر الجديد لوزارة الطيران المدني، ومعنا أحد الموظفين اللي هيكلمنا أكتر عن عمله طبعا وطبيعة مهامه وعن التجربة، تجربة الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة والمقر الجديد. برحب بيك ومبروك على الانتقال، بقالكم 7 شهور بس يعني. مظبوط يا فندم. مبروك. الله يخليك يا فندم. عرفنا عن نفسك وعن طبيعة عملك. محمد السيد عيد، باحث تنظيم وإدارة بالإدارة المركزية للموارد البشرية في وزارة الطيران المدني. طيب أنا عايزة أبدأ مع حضرتك عن البرامج التشاركية، لأنه هي أو من ضمن توجهات الدولة أن يكون في تشابك وترابط ما بين الهيئات والمؤسسات المختلفة علشان نسهل على الموظف وعلى الهيئة معلومات كتيرة جدا ما كانتش يمكن موجودة في المقر القديم، ولكن أصبحت موجودة وحضراتكم أخذتوا تدريبات على هذه البرامج. إيه هي البرامج التشاركية؟ تمام. البرامج التشاركية دي يعتبر 3 برامج، منهم برنامج الموارد البشرية اللي احنا منوط بيه وبنشتغل عليه. كانت الأول الحياة الطبيعية داخل العمل الحكومي عن طريق ورق وملفات ودفاتر ومستندات. قدر البرنامج يخلص الكلام ده كله، بقى فيه سرعة أكتر في تلقي البيانات، خلى في تشارك ما بين المؤسسة أو الهيئة أو الوزارة والوزارات التانية داخل العاصمة الإدارية الجديدة، سهلت على الموظف حصوله على البيانات بسرعة فائقة جدا جدا جدا. ما بقاش فيه حاجة اسمها أتنقل من مكتب لمكتب علشان أقدر أحصل على البيان، لا، أنا ممكن وأنا قاعد على البرنامج أخد بيان في أقل من ثواني. طبعا ده عشان سرعة البرامج بتاعتنا داخل العاصمة الإدارية، قدرنا من خلالها نقدر نسترجع أي ملف كان بيحصل، كان حضرتك عارفة كان زمان عشان نقدر نجيب فايل نقدر ندور عليه ممكن ياخد مننا وقت بسيط، لكن برضو البرامج بقت أسرع بكتير، فأي وقت أحصل على البرنامج أحصل على الملف بتاعي بأسرع طريقة ممكن. البرامج التشاركية كمان من المفترض أنه حياة الموظف كلها بتبقى موجودة فيها، الأجازات، التقارير، في مراسلات كمان، يعني اشرح لنا أكتر. أول حاجة برنامج البث الموارد البشرية اللي احنا شغالين عليه دلوقتي داخل العاصمة الإدارية، خلانا نقدر نعرف حياة الموظف من وقت دخوله إلى حد خروجه المعاش. كان الموضوع الأول بيتحط فيه دفاتر ونقدر ندور على البيان، بناخد وقت شوية زي ما وضحت حضرتك، لكن دلوقتي الموظف داخل الموارد البشرية يقدر يعرف حياة الموظف كلها. سواء بقى من أول بطاقة شخصية بتاعته لحد الشهادات الحاصل عليها، الدورات اللي حاصل عليها، تقييماته، أهدافه اللي هيقدر يشتغل عليها اللي هو مضبوط إن هو مكلف بيها، تقييماته إيه، أجازاته، يقدر الموظف في خلال أقل من دقيقة يقدم أجازة للمدير بتاعه تترفع. كان الأول في دورة مستندية كبيرة شوية، أصبحت دلوقتي مقلصة في دور إن هو يقدم الطلب يترفع يتوافق عليه، ما توافقش عليه بسبب ظروف ما أو وقت تبقى للقانون وحالته ودراسته للموضوع يترفع لمدير مباشر يتوافق، فبقت فيه سرعة في التنفيذ عن زمان بكتير قوي. لو احنا هنتكلم ان هو موظف عايز يقدم طلب، كان الاول بيخش دورة مستندية ولجان، الكلام ده كله كان بياخد مننا وقت برضو كبير جدا وعبال ما الموظف يعرف ايه اللي تم في الطلب. دلوقتي لا، مجرد ان هو يقدم على الطلب يقدر يعرف الطلب واقف عند مين، بيشتغل فيه ايه، الاجراء اللي تم فيه، وهو قاعد في مكانه بيمارس عمله بطبيعه جدا يقدر يعرف النتيجه حصلت فيه ايه بسرعه. ده ما كانش موجود قبل كده. لا طبعا ما كانش موجود. ودي طفره جديده داخل الموارد البشريه. طبعا الدول المتقدمه هي تستخدم هذه البرامج، البرامج زي ما اتقالنا في التدريبات يا فندم، احنا الحمد لله يعتبر من الدول المتقدمه اللي بتعتمد دلوقتي على برامج الموارد البشريه. وعندنا برنامج التاني اللي حضرتك ذكرتيه في الاول، التراسل. مظبوط يا فندم. كان الاول زي ما حضرتك عارفه الوقت بيبقى فيه كل حاجه ليها علاقه بالوقت. احنا كنا بناخد الورق بننقله من مكتب الى مكتب لدور الى دور وهنا لا ما بقاش فيه الكلام دلوقتي. برامج اللي هي التراسل الالكتروني بقت تخلي الموظف وهو قاعد في مكانه يقدر يبعتها لزميله اللي جنبه يرفعها لمديره، فدي بقى خلت حركة يعني السرعه اكتر من الخيال من اللي احنا كنا بنعرف. مستقبل يليق بالجمهوريه الجديده اللي احنا دايما بنطمح اليها، السرعه والدقه والسهوله، مش بس كده بنتكلم عن الكفاءه في كل حاجه والجوده في البنيه التحتيه وايضا في العماله والموظفين اللي اتدربوا على اعلى مستوى علشان يناسبوا ونليق طبعا بالجمهوريه الجديده. شكرا ليك، ولسه مكملين طبعا جولتنا الخاصه داخل المقر الجديد لوزاره الطيران المدني اللي يمكن يعني طفره في كل حاجه، مش بس زي ما كنت بتقول طفرة خرافية، ولكنها طفرة نوعية. هنتعرف أكتر على المقر.
طفرة تنموية بتشهدها مصر في الفترة الحالية، وده بنشوفه في المقرات المختلفة للوزارات هنا داخل العاصمة الإدارية الجديدة، أفضل التكنولوجيا المستخدمة لتقديم أفضل خدمة للمواطن المصري. معنا إحدى الموظفات اللي شغالة هنا داخل مقر الوزارة، هنتعرف عليها أكتر وهنتعرف كمان على طبيعة مهامها وعملها. برحب بيكي. أهلا بيكي. عرفينا عن نفسك ومهام عملك. وسام أمين، في المحاسب المالي في الإدارة المركزية لشؤون المالية. أعتقد شغلك بيتطلب بقى التواصل بشكل مستمر مع وزارة المالية والتخطيط، وانتوا كلكم بقى مع الانتقال الوزارات جنب بعض. ده حقيقي فعلا. الأول كان في مشكلة بالنسبة لنا لما يكون أي حاجة من وزارة المالية، كان لازم ناخد يوم أجازة مثلا، مش هينفع طبعا نطلع من الشغل نروح وزارة المالية، لكن دلوقتي يعني هناخد سيوان نطلع ونرجع على طول. الدنيا بقت بسيطة طبعا. أكيد أكيد أفضل. التحول الرقمي مع حضراتكم فرق كتير، فرق كتير. الاول طبعا احنا كنا بنشتغل طبيعه الشغل، بنشتغل في دفاتر. طبعا خدنا كورسات، الوزاره ادتنا كورسات تحول رقمي، ان احنا نحول كل حاجه عن طريق الكمبيوتر، مجرد ان انا اقعد اشتغل والمنظومه اللي واصله مع وزاره الماليه ان انا بيني وبين الماليه لينك بس على الجهاز. اما عاوز اي حاجه كنت هضطر ان انا افتح بقى وادور في فايلات وملفات. دلوقتي في حاجه اسمها ارشفه الكترونيه، بزرار هوصل لكل اللي انا عايزاه من كام سنه. فطبعا مفيش سهوله اكتر من كده في التعامل في الشغل. فكره التواصل كمان مع الوزارات المختلفه، ايه الصعوبه اللي كنت بتلاقيها قبل كده ولما انتقلتي للوزارة او المقر الوزارة الجديد مع قرب الوزارات جنب بعض يعني ما بقتش موجود؟ طبعا لما كنا بنروح بقى الموظف مش موجود، معلش هننزل مدام مين عشان نشوف الفايل، الملف في مشكله بقى، طب حضرتك معلش مش لاقيين الورق، طب الورق ما اعرفش عندي. دلوقتي خلاص هي قاعده قدامي على جهاز، لما بعوز اي حاجه نفس القصه اللي بتطبق عندي بتطبق عندها على طول، على طول هتروح فاتحه وجايبه كل حاجه انا عايزاها من عندها من على الجهاز. وممكن طبعا بعد كده عن طريق ايميلات او الحاجه، فهتبقى سهوله تم في التعامل في الشغل. قدمتي على شقه؟ انا ما قدمتش على شقه في الواقع، وقلت انا هكتفي بالانتقال وهفضل بقى ان انا عشان اروح واجي، عشان الموضوع صعب بالنسبه لي شقه. بعد ما زمايلي طبعا قدموا على شقق بيشكروا فيها جدا، لا هقدم طبعا باذن الله على شقه، ان انا هغير الرغبه بتاعتي ان انا عاوز ان انا اخد شقه. انطباع زمايل حضرتك ايه بعد ما انتقلوا او سهولة. اخدوا طبعا شقة كان الاول بالنسبه لهم سهوله جدا جدا، بينهم وبين الشغل تلت ساعه. طبعا الاول كان المشوار والمدارس بتاعت الولاد، لقوا هنا في مدارس طبعا على احسن مستوى، فبالنسبه لهم يعني بدل ما ودي ابني بقى مدرسه بره انترناشونال وهدفع كتير، لا هنا المدرسه حكوميه او تجريبي يعني بسيطة وأحسن على أحسن من أحسن مستوى ما عايزينه. فطبعا ده شجع الواحد أنه يقول لا أنا عايز أجي هنا، في مدينة رياضية أقدم فيها، في حاجات كتير، في منظومة أمنية كويسة، فمستقبلها بإذن الله يكون جميل جدا. شكرا وبالتوفيق لك. مرسي ليك. مرسي خالص. أستاذة أماني متولي، الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، برحب بحضرتك. أهلا وسهلا بوزارة الطيران. أولا أثناء الانتقال ومرور حضراتكم على العاملين بالقطاعات والإدارات والأقسام المختلفة، كانت إيه أهم الاستعدادات؟ إيه اللي كان مطلوب ساعتها علشان يكون في انتقال بشكل في أريحية أكثر للعاملين، وطبعا علشان نواكب الحكومة الذكية؟ اولا برحب بحضرتك وكل طاقم عام في وزاره الطيران المدني. بالنسبه للرد على سؤال حضرتك، كان عندنا استعدادات من قبل الانتقال وتحديد الموعد للانتقال للعاصمه الاداريه. كان اهم حاجه عندنا ان العاصمه هنا او المبنى يبقى سمارت بيلدينج، فاحنا كنا جاهزين ان نشتغل على الكونسبت بتاع الحكومه لا ورق، بيبرلس. فبدانا نجهز التدريبات على اعلى نظم، اعلى سمارت، كل التطبيقات التشاركيه، كل ما يخص ان يبقى التايم اقل بالنسبه للاداء الحكومي او الاداء العاملين جوه بين الادارات وبعضها، ما بين وزاره الطيران وباقي الوزارات. طبعا احنا هنا بنتكلم عن بجانب ان كل الوزارات بجانب بعضها، وانه اللي بيفصل ما بين وزاره السياحه والطيران كوبري بالظبط. فده اعتقد ان هو سهل لكم حاجات كتير جدا. كتير كتير. غير طبعا التدريبات المتعلقه بالموظفين اللي انتقلوا، احنا هنا بنتكلم عن افضل التكنولوجيا المستخدمة في المقر الجديد لوزارة الطيران المدني. كلميني عن التكنولوجيا المستخدمة، إزاي بنواكب كمان
الحداثة اللي موجودة في العالم كله. هقول لحضرتك على حاجة، مثال بسيط جدا، التطبيقات أو البرامج التشاركية ما بين الإدارات وبعضها ما عادش يبقى فيه الدورة المستندية الطويلة المملة اللي كانت في النظام الحكومي. إحنا بنحاول إن إحنا يبقى أقل وقت على أساس الجوابات. الأول حضرتك عارفة طبعا كنا بناخد وقت كبير جدا في التداول بقى البيانات والمعلومات والمراسلات ما بين الوزارات وبعضها. الكلام ده كله ما عادش موجود. الكلام ده كله دلوقتي بقت الوزارة، حتى الوزير لما ينتقل من الوزارة لوزارة زي ما حضرتك قلتي كوبري العاملين كمان تسليم، ما عادش في حاجة بقى اسمها بطء وحد يشتكي التأخير في الوقت. الكلام ده كله يعني الوقت بقى بالنسبة لنا عامل أساسي في الأداء الحكومي وفي نظرة الحكومة دلوقتي للأداء الحكومي. فهو ده بالنسبة لنا كان تقليل الوقت والكفاءة والجودة، وعلى أحدث النظم الموجودة في العالم كحكومات ذكية مطبق عندنا هنا في الوزارة وكل الوزارات الأخرى. أعتقد دي أول مرة أن أنا أقابل وكيل دائم لوزارة تكون سيدة. يعني نادرا يعني او تقريبا انا مش عارفه، بس اعتقد يعني كنت اول سيده او وكيل دائم على مستوى الوزاره او مستوى الحكومه، وانا شرفت طبعا بهذا الاختيار، فاتمنى ان انا اكون على قد المسؤوليه والمسؤولية. طبعا هو تحدي كبير جدا، ولكن جداً. احنا دايما بنقول انه العنصر النسائي لا قدها ان شاء الله. التحدي كان بالنسبه لك ايه في الانتقال، وفرق ازاي ايضا مع في الشغل، يعني فرق مع حضرتك ازاي وفي التعامل كمان مع الموظفين؟ انا عايز اقول لك حاجه مهمه جدا. هو الانتقال كان الكونسبت ان احنا بنقول ايه، الانتقال مش الانتقال مكاني او انتقال جسدي. انا كنت ضد المعلومه دي. الانتقال ان انت بتسيب كل ما هو كان ليه طاقه سلبيه، كل ما كان عندك عوائق ومعوقات للعمل، كل ما كان يؤدي للتاخير، انت كل ده بتنساه. تيجي جمهوريه جديده بمعناها جديد، يعني كل حاجه تبقى سمارت ذكية. يعني الوقت ده عامل مهم جدا. كان دايما يقال عن الحكومة ان الوقت عندها مش محسوب. لا لا، احنا الكلام ده ما عادش عندنا خلاص. احنا الوقت تايم از ماني زي ما احنا بنقول. لا، الحكومة دلوقتي عندنا من الكفاءات ومن الكوادر بوجود المقر الجديد اللي بيساعدنا ان احنا نعمل بيئة ذكية وتشاركية على اعلى مستوى من النظم ويواكب الحكومات الذكية على مستوى العالم. لا، احنا قدها جدا كمان. طبعا اكيد وي كان دو ات، ونقدر ان احنا نحقق المستحيل ان شاء الله باذن الله. شكرا ليكي، سعيده جدا بهذا الحوار مع حضرتك وكل التوفيق. ميرسي، متشكره جدا، متشكره جدا. شكرا. من داخل مطار العاصمة الإدارية الجديدة قابلنا أول وأصغر مدربة طيران بنت في مصر، موجودة معنا أي علي، برحب بيكي. أهلا بحضرتك. أصغر وأول مدربة طيران في مصر بالضبط. بتدربي طلبة؟ لا، أنا لسه دلوقتي في الفرقة اللي بتأهلني إزاي أكون مدرب طيران. باخد الفرقة في الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، وإن شاء الله أكون أول إنستراكتور بنت في مصر بدرب طلبة بنات وولاد. طب كلميني برضو عن نفسك أكتر، يعني عرفينا عن نفسك، بتعملي إيه؟ أنا آية علي من كفر الشيخ، أول بنت من محافظة كفر الشيخ تدخل طيران. اتخرجت من الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران 4/3/2023، وبعد كده أخدت خطوة إن أنا أدخل فرقة تأهلني إن أنا أكون أول معلم طيار بنت في مصر، وده هيأهلني ازاي اتعامل مع طلبة باختلاف جنسياتهم، لان بيبقى فيه طلبة من مصر وخارج مصر، وهيعلمني ازاي اطور من السكيلز والنوليدج بتاعتي في مجال الطيران. ان شاء الله اطمح ان انا اكون في مكان اعلى. ايه الشروط اللي المفروض تكون موجودة او المهارات اللي بتكتسبوها علشان تدخلوا بقى الطيران؟ اول حاجة الانجليش لازم يكون بيرفكت فيه. يجتاز الكشف الطبي وزارة الطيران المدني، لازم يجتاز كل العيادات الطبية. وبعد كده بيدخل انترفيو مع عميد الكلية، وهو بيحدد اذا كان هو مؤهل لو يدخل الكلية او لا. طرتي قد ايه؟ انا طرت 190 ساعة. بس طبعا يعني ده غير الفرقة اللي انا باخدها دلوقتي كانستراكتور. بركاب؟ لا طبعا، لا من الركاب. على طيارة سيسنا. 190 ساعة، وبعد كده هتبدأي ان انت تدربي بقى الطلبة ان شاء الله. طيب احساسك ايه اول بنت مش بس في كفر الشيخ ولكن في مصر هتدربي طيران؟ ده بيديني الدفعة اللي انا ان شاء الله اقوي من النوليدج بتاعتي والسكيلز بتاعتي، وازاي اكون اعرف اتعامل مع الطلبة باختلاف جنسياتهم باختلاف ثقافتهم. ده هيدفعني اللي انا ان شاء الله ابقى
يعني طيار كويس في المستقبل كطيار تجاري مش بس انستراكتور. طبعا اهلك فخورين بيكي جدا. طبعا هم ليهم الفضل بعد ربنا طبعا، ان انا اوصل لاي حاجه انا بنجح فيها هم ليهم الفضل اول الاخير. ايه رايك في المطار؟ حلو جدا، ودي دفع حلو جدا للطيارين والطيران في مصر عامه، وده هيشجع ناس كتير قوي اللي هي تدخل في مجال الطيران، استوعب اكبر عدد من الطيارين مش بس مطارات ومراقبه جويه كمان، فدي دفع حلو جدا للطيران في مصر. بنوته بنفتخر بيها الحقيقه، وكل التقدير والاحترام ليكي. نتمنى ان احنا نشوف كمان كده بنات في سنك موجودين بقى ويغزوا ان شاء الله يغزوا الطيران المصري ان شاء الله باذن الله. شكرا لحضرتك. شكرا. معانا كابتن طيار، اتعرف عليك. طيار كريم ابو شلوع، متخرج من الاكاديميه المصريه لعلوم الطيران كليه طيران. خلصت كم ساعه؟ 190 ساعه المينيمم ريكويرمنتس ان احنا نتخرج من الكليه، وحاليا مستني ان احنا الاعلانات تنزل. الحمد لله في مؤشرات كويسه في السوق وانديكيشنز ان الدنيا بتفتح، وان شاء الله يبقى في فرص عمل كويسه موجوده في السوق. طيب انا بقى عايزه اعرف منك التدريبات اللي اخذتوها علشان تؤهلك انك تكون طيار. احنا الكلية عندنا بتوفر 3 اجازات او 3 رخص، اول رخصة منهم رخصة الطيار الخاص او اجازة البرايفت بايلوت لايسنس، وبعد كده الانسترومنت ريتنج اهلية العدادات، واجازة الطيار التجاري الكوميرشال بايلوت لايسنس. بندرس في الاول الكورسز دي نظري ثيوريتيكال، وبنطبق عليها عملي في الطيران لحد ما بنكمل 190 ساعة بتوعنا. ايه الصعوبات اللي بتواجهكم؟ فكرة ان احنا مش دايما موجودين في البيت، ان احنا في ساعات بنطرها في مطار الطور في سيناء، في ساعات بنطرها في اكتوبر، وفكرة ان هو لو عندي ساعات طيران موجودة في الجدول عندي دلوقتي هضطر لو عندي خروجة عندي مناسبة عندي اي التزامات مع العيلة ان احنا بنعملها، غير المذاكرة ان هي محتاجة، هي مسؤولية في الاول وفي الاخر. انا بمثل نفسي وبمثل اسم الشركة والبلد اللي انا بطير احنا عليها. تقريبا عندنا 23 مطار في مصر. وجود عدد من المطارات ده خدمكوا ازاي؟ ده خدمنا ان احنا يمهرنا ويأهلنا لسوق العمل. فكرة ان احنا عندنا مطارات كتيرة متاحة ومفتوحة لنا للتدريب، ده يخلينا على كفاءة اعلى وان احنا نقدر نبرفورم المهام بتاعتنا بشكل احسن واوضح. بس وكله عشان نبقى كشاب بقى. كشاب ايه رايك في العاصمه الاداريه الجديده؟ العاصمه مبهره، وفكره ان هي متقسمه وسو اورجنايزد، وزارات في حته وسفارات في منظمه حتة. بشكل هي كبير، هي منظمه بشكل كبير جدا وتليق باسم مصر وتمثلها. برحب بالفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، برحب بحضرتك على شاشة اكسترا نيوز. طبعا الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة هو مش مجرد انتقال مكاني أو جغرافي، ولكن هو انتقال نوعي لمنظومة ذكية متكاملة صديقة للبيئة. المقر هنا، مقر الوزارة مختلف أكيد عن المقر القديم. الفرق في بيئة العمل، فرق التعامل، الانتقال فرق في مهام حضراتكم ازاي؟ هو الحقيقة الانتقال طبعا فرق في التقنية اللي بنشتغل بيها. صحيح، احنا كان زمان الورق رايح جاي رايح جاي، ودورة الورقية بتاخد وقت طويل جدا. في الانتقال والتحول الرقمي تغير المنظور دوت، بقى كلنا شايفين كل حاجة في الريل تايم، كلنا ممكن نكلم بعض في الريل تايم، ما استناش ان الورقه تطلع من عندي تروح للزميل او تروح للزميله يحط رايه، لا احنا شغالين مع بعض على طول في الريل تايم في الوقت الحقيقي، يعني كلنا شايفين بعض، ببعت لها وهي تبعت لي في الريل تايم. البرامج كمان التشابكيه، التكنولوجيا الحديثه، بالتأكيد. التقنيات الجديده اكيد فرقت في السرعه. بالتاكيد طبعا، انا بقول لحضرتك فرقت في السرعه بمعدل رهيب جدا، وان شاء الله مع زياده التحول او زياده تعود الناس على التحول الرقمي واستخدام التقنيات الحديثه، ده بيسهل الحياه للمستقبل، بالاضافه ان هو بيمنع العلاقه بين الموظف والمواطن، فهو شغالين كلنا مع بعض
فيرتشوال، كلنا شغالين مع بعض واحنا مش شايفين بعض، فما فيش اي مصالح ممكن تتعطل بطريقه، لان يعني كل واحد بيراقب الدور بتاعه، في حد بيراقب دوره العمل ماشيه ازاي، التسهيلات كلها موجوده. احنا دلوقتي واقفين مع معالي الفريق في مطار العاصمة الإدارية الجديدة، بيعتبر من أهم المطارات الموجودة اللي تم تنفيذها على أعلى مستوى قياسات الأمان العالمية. البعض ممكن يقول إنه هو موجود، هذا المطار موجود في طريق القاهرة السويس جهة الشرق من مطار القاهرة الدولي. طيب الموقع اللي تم تنفيذه في هذا المكان، الموقع ده موجود، احنا في المطار اتفتح سنة 2018 بالتزامن مع مطار سفينكس. طيب المطار موجود هنا ليه؟ في الرؤية ان كان مخطط الانتقال للعاصمة، التوسع دلوقتي احنا التوسع العمراني شغال توسع غربا وشرقا، مطار سفينكس اتعمل بيخدم غرب القاهرة ومنطقة غرب القاهرة في منطقة الشيخ زايد و 6 أكتوبر والمحافظة الوادي إذا كان الأليوبية أو المنوفية والمنيا يقدر يخدمهم وبنسويف يقدر يخدمهم. طيب احنا جينا ليه؟ احنا في توسع شرقا، كان في منطقة التجمع الخامس والقاهرة الجديدة، دخلنا بعد كده العاصمة، منطقة العاصمة الإدارية، الاثنين لحموا بعض في كتلة سكانية كبيرة بتنمو، هي ممكن ما يكونش ظاهر النمو بتاعها دلوقتي ولكن يظهر لاحقا. في عندنا في مدينة الرحاب، في مدينتي، ثم مدينة الشروق، ثم مدينة بدر. المنطقة التوسع دلوقتي احنا شغالين في اتجاه الشرق واتجاه الغرب. المطار هنا هيخدم هذه الكتلة السكانية. المطار مفتوح من 2018، مطار دولي. مطار دولي يعني يعني صالح لاستقبال جميع الطائرات، سواء الطائرات الصغيرة زي ال 737 او 320 او 321، والطائرات الكبيرة زي 787 330 37 اللي هي اوزانها تقيلة، بالاضافة امكانياته في استخدام الطائرات الخاصة. واحنا متوقعين ان شاء الله بزيادة الاعداد السكانية في منطقة القاهرة الجديدة الشروق العاصمة هتزيد الحركة ان شاء الله. تقريبا عدد المطارات الموجودة سواء الدولية او الداخلية تقريبا عددهم قد ايه، والاستثمارات كمان بلغت قيمتها قد ايه؟ هو احنا دلوقتي عندنا 23 مطار غير مطار القاهرة، مطار القاهرة ده لوحده كتلة، والمطارات الاخرى تختص بها شركة تانية. 23 مطار اغلبهم شغال دولي عدا مطار الوادي الجديد، هو ده المطار الوحيد اللي ممكن يكون هو الداخلي ولكن ممكن يستقبل فيه خارجي بظروف معينة. في عندنا برضو فتحنا مطار العالمين وشغال دولي، وشغال دولي بيستقبل جميع أنواع الطائرات. الحقيقة كان في حركة السنة اللي فاتت، كانت حركة كويسة، هي مش هي الحركة المرجوة، ولكن إن شاء الله بزيادة الكتلة السكانية في منطقة العالمين والاستثمارات اللي هتتضخ هناك في منطقة العالمين بالتأكيد هيكون في زيادة الحركة. المطارات مفتوحة لجميع شركات الطيران، اللي بيطلب ينزل في مطار وينفذ رحلة عليه ما بنقولوش لا. طيب المطارات تيجي ازاي؟ ممكن يعني شركة تعمل خطوط منتظمة، يا اما تعمل رحلات شارتر. الرحلة الشارتر اللي هي رحلة خاصة ينزل طيارة فيها عدد من السياح او عدد من الركاب بتوقيتات معينة، توقيت للذهاب وتوقيت للعودة. كل المطارات مفتوحة لجميع الشركات. عادة المطارات بيكون ليها دور مهم جدا في التنمية وفي جذب الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية المباشرة وغير المباشرة، وبالتالي حضرتك بتقول ان احنا عندنا تقريبا 23 مطار هيساهم بشكل كبير جدا في زيادة العوائد الاقتصادية. هي زيادة العوائد بتيجي من زيادة حركة الركاب بالإضافة للقدرة على نقل البضائع. عدد الركاب لما يزيد ده يساوي استثمار غير مباشر. ازاي؟ في الراكب لما هيجي هيركب تاكسي، هيركب عربيه، هيركب زي ما هيركب، وهو داخل المطار وهو خارج المطار ممكن يقعد في كافي شوب، ممكن يقعد يعدي على السوق الحره، ده كلها عائدات داخله للدوله. غير كده الراكب لما هيجي ما هو هينزل سواء سائح او غير سائح، مواطن مصري او اجنبي، ممكن يتحرك في اوتيلات او كده، ده كله تسهيل الحركه نفسها يساوي حد بيجي بيدفع فلوس جوه البلد. رفع وتطوير منظومة المطارات يا فندم بتتم بشكل مستمر، من المقرر انه لسه هيتم انشاء مبنى ركاب جديد إن شاء الله في مطار القاهرة الدولي. تقريبا التقى الاستيعابية بتاعته قد ايه؟ هو مطار القاهرة في ثلاثة ترمينال، ترمينال واحد واثنين وثلاثة، الاجمالي الطاقة بتاعتهم دلوقتي 28 مليون راكب.
احنا وصلنا السنة اللي فاتت في 30/6/23 فترة من 1/7/22 لغاية 30/6 ل 24 مليون راكب. احنا كده داخلين على استيفاء الطاقة الاستيعابية، وكان واجب ان احنا نبدأ نشتغل على انشاء تيرمينال جديد. طيب نعمل تيرمينال جديد ليه؟ عشان نقدر نواكب النمو في حركة الركاب، ده طبقا للمنظور العام، بالاضافة ان احنا بنستهدف 30 مليون سائح 2030، ده يساوي عدد من الركاب هيجوا على فين؟ هيجوا على مطار القاهرة ياخد كونكشن لاي جهة مقصد سياحي، هيجي على مطار الغردقة وياخد اي مقصد سياحي. نفس الكلام بالنسبة لمطار الغردقة. مطار الغردقة طاقته الاستيعابية بعد التطويرات اللي تمت فيه سنة أعتقد مطار الغردقة كمان تحديدا بيعتبر تاني أكبر المطارات بالزبط عندنا. بالظبط كده. بعد آخر افتتاح كان سنة 2014 وزيادة طاقته سنة 2014 كانت الطاقة بتاعته 13 مليون راكب. احنا وصلنا السنة اللي فاتت ل 10 مليون. فآن الأوان إن احنا نكبر شوية. طيب برضو ده مرتبط بإيه؟ مرتبط بالساعات الفندقية اللي موجودة في كل مكان. عندنا في ساعات فندقية بجاري تطويرها في مطار الغردقة، جاري إنشاء ساعات فندقية وزيادة الغرف الفندقية في منطقة الغردقة، وبالتالي هو قادر على استيعاب عدد أكبر من الركاب ثم يتحولوا إلى سياح أو راكب هيلاقي مكان يقيم فيه. إحنا في الفترة بتاعت الكوب كنا زودنا طاقة مطار شرم الشيخ لقاية 12 مليون راكب، ده خلال سنة والحمد لله كان حاجة موفقة جدا. قدرتنا على الإنشاء والتطوير الحمد لله ربنا بيسرها، وبنقدر نجابه كل المتغيرات اللي ممكن تكون موجودة. قرية البضائع اللوجستية تمام، دي هيكون برضو أهميتها إيه؟ احنا عندنا السنة اللي فاتت كنا طاقة النقل المتاحة والساعات الموجودة أقصى حاجة عملناها كانت حوالي 380-400 ألف طن. 480 ألف طن بالنسبة للمكان بتاع مصر، موقعها في وسط العالم، قدرتها على الوصول للأسواق الأوروبية والأفريقية، تتحرك شرقا وغربا، لازم نزود طاقة الشحن اللي موجودة عندنا. طيب نعمل ايه؟ في عندنا كان مشروع موجود من قبل كده، هو بدأنا نفتح المشروع ده وإن شاء الله هنعمل بإذن الله قرية شحن ومنطقة لوجستية في مطار القاهرة الجديد، وده تندر إحنا إن شاء الله جايبين أكبر الشركات العالمية المتخصصة في مجال الشحن الجوي لتدرس معنا، وإحنا دلوقتي في مرحلة الدراسة للدراسة الفنية والمالية للشحن، وده طبعا هيستتبعه زيادة في عدد الطائرات اللي ممكن تنزل. صحيح. بزيادة طاقة ركاب وزيادة طاقات الشحن، مصر الطيران الحمد لله وقعنا عقود لعدد من الطائرات حيعلن عنه قريبا جدا، وإن شاء الله التسليم بتاعها بداية من 25. تطوير وتحديث أيضا الأسطول الجوي، محاولة جذب أسواق جديدة في آسيا وفي أفريقيا وفي عدد من البلدان، ده إحنا محتاجينه هذه الفترة زي ما كنت بقول لحضرتك علشان نزود من العوائد الاقتصادية، ده اللي إحنا يعني نفذناه حتى الآن فيما يتعلق بهذه المنظومة. زي ما قلت لحضرتك بالنسبة للتطوير إحنا إن شاء الله خلصنا مراحل النهائية للتعاقد على طائرات جديدة من الطائرات المتوسطة والطائرات الكبيرة. تمام. ده بالنسبة للتطوير بتاع مصر. ده يساوي ايه؟ يساوي زيادة في الساعة المقعدية. يعني يساوي زيادة في قدرتنا على حمل الركاب من هنا للخارج او من الخارج لهنا. طيب المقاصد بقى. احنا كان فتحنا خط لنيو دلهي وما كانش موجود قبل كده. فتحنا خط لليابان وده كان مغلق من بقاله فترة. دلوقتي شغالين لاندونيسيا. في رحلات أسبوعية إلى أندونيسيا. في أمريكا زودنا ديستنيشن مطار جديد في نيويورك في أمريكا. احنا في أمريكا بنروح ل جي اف كي في نيويورك وبنروح لواشنطن، زودنا عليه مطار نيويورك في أمريكا. في إنجلترا زودنا الخط المانشستر. طيب واحنا بندرس الخطوط دي احنا بندرسها ازاي؟ ازاي اجيب راكب من هنا ينزل القاهرة يقعد ساعتين ثلاثة وياخد طائرة تانية إلى جوة أخرى. بتعاون مع وزارة السياحة وجميع الوزارات عملنا حاجة جديدة. من شهر 7 احنا عملنا فيزا خاصة بدون مقابل للسائح اللي راكب ترانزيت انه يقعد في مصر 96 ساعة بدون
ما يكون من غير ما يستخرج فيزا ويدفع فيها فلوس. لتنشيط السياحة. لتنشيط السياحة هو الراكب لما هيجي ترانزيت لو قعد في مصر هنا هيروح فين؟ اكيد هيروح اوتيل هيصرف فلوس، هيركب تاكسي هيصرف فلوس، هياكل في ريستوران هياكل هيصرف فلوس، هيخش يشتري حاجه هيصرف فلوس، بالاضافه ان هو هيستمتع بمصر. مصر دلوقتي الحركه في مطار القاهره لاي مكان في مصر دلوقتي بقت حركه سهله جدا. صحيح. بوجود المحاور الجديده بوجود الطرق الجديده الحاجات دي كلها بتنشط الحركه. الطرق اللي اتعملت ديت هي عباره عن توسيع للشرايين. صحيح. الانتقال من وسط القاهره الى الهرم كان زمان ممكن ياخد له ساعتين، دلوقتي ياخد له قد ايه؟ ماكسيموم ساعه. متحف الحضاره لما اتعمل الناس بتيجي تنزل القاهره عشان يروح متحف الحضاره ويرجع او يروح ميدان التحرير. قبل ان شاء الله المتحف المتحف الكبير ان شاء الله كبير. ان شاء الله. وعندنا مطار سفنكس برضه. مطار سفنكس شغال ومطار سفنكس شغال. بالاضافه احنا ان شاء الله الشهر ده في شهر 11 ان شاء الله هنشغل خط لشنغهاي، وده ما كانش شغال قبل كده وكنا طالبينه بقالنا زمن والحمد لله السلطات وافقت لنا عليه. احنا شغالين دلوقتي للصين 4 ديستنيشن في الصين بالاضافه لشنغهاي، وباذن الله مخططين للتوسع في الوصول لامريكا لوس أنجلوس إن شاء الله. إن شاء الله. بس بوجود الطائرات الجديدة ومع وجود كل طائرة جديدة بيجي إن شاء الله بيكون ليها مستهدف جديد. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذا الحوار وكل التوفيق لحضرتكم. شكرا شكرا جزيلا وشكرا للفريق العمل اللي موجود مع حضرتك. إحنا تعبناكم النهاردة وأزعجناكم النهاردة. إحنا بنسعد إن إحنا نوري الناس كل ما يحدث على أرض الواقع علشان الناس لازم تشوف هذا الإنجاز والعظمة اللي مصر بتعملها بالايادي المصريه والجهود والعقول المصريه. شكرا لحضرتك. والعظمه اللي مصر كمان هتروح لها كمان ان شاء الله. احنا ده مش كفايه، احنا رايحين لاحسن من كده بكتير باذن الله. بيكي وبزملاء وبكل الشباب. شكرا شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. تم جولتنا من داخل مقر وزارة الطيران المدني. هنلاقي فعلا انه الانتقال مهم جدا على كافة الأصعدة، خطوة استراتيجية وجزء لا يتجزأ من صورة مصر اللي احنا كلنا بنطمح اليها. الانتقال ما كانش مجرد انتقال بالمكان او جغرافيا، ولكن هو انتقال بالفكر والحداثة، هو انتقال نوعي على كافة المقاييس، لانه هنا الناس تطورت بشكل كبير جدا بعد الكورسات وبعد التدريبات، وحتى كمان بيئة العمل اختلفت بشكل كبير جدا. الحقيقة احنا دايما كنا بنطمح وبنأمل ان احنا نشوف مصر بهذا الشكل، مدينة ذكية متكاملة مستدامة صديقة للبيئة. نتمنى ان احنا نشوف مصر كلها بهذا التطور والإنجاز اللي احنا شفناه من داخل العاصمة الإدارية الجديدة.